ولسه مكملين مع حضراتكم في هذه الحلقة الاستثنائية، ولسه مع الاكتشافات والابتكارات اللي هتظهر في 2023. خليني أعرفكم كده على لعبة اسمها راندري. دي وسيلة تعليمية ولعبة مبتكرة دخلت حيز التنفيذ والتعميم. اللعبة دي متخصصة في تنمية مهارات التفكير المنطقي من سن 5 سنين ولحد 90 سنة، ومجال استخدامها الأساسي هيكون في المدارس والجامعات. إيه حكاية راندري؟ ده اللي هنعرفه من مبتكرها دكتور هيثم السيد، استاذ علم المنطق المساعد بالجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا، واللي موجود معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير، صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طيب يعني ايه رونري؟ رونري هي قصه بصراحه ابتدت من حوالي 2017، مجرد شركتي اتشرفت بيها في الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب لتدريس مهارات التفكير المنطقي. انا متخصص في علم المنطق، وعلشان نبسط بس الموضوع للناس، المنطق هو تعريفه البسيط انه علم التفكير الصحيح. عشان نفكر صح محتاجين نتعلم، مش بس نتعلم، نمارس كمان اكبر قدر من الممارسه. مجموعه من المهارات بنسميها مهارات التفكير المنطقي، زي الاستنباط والاستقراء، مهارة التفكير التحليلي والتفكير غير اللفظي، وكمان التفكير النقدي. رحلة رولي ابتدت مع مبادرة أطلقتها في الجامعة المصرية اليابانية تحديدا في 2019، علشان نتعامل مع إنجاز التعبير المايند ماسل أو عضلة الدماغ أو عضلة التفكير، زي ما بنتعامل مع باقي أعضاء أو عضلات الجسم. بمعنى إنه حضرتك لو عاوزة تشعري بمزيد من الرشاقة، تحافظي على عضلات الجسم من الترهل، تكون دايما في حاله يقظه ونشاط، فاحنا بنروح الجيمانيزيوم او الفيتنس اريا، نستخدم مجموعه متخصصه من الادوات علشان نحافظ بيها على لياقتنا البدنيه. في المقابل احنا عندنا عضله بنستخدمها في التفكير بشكل يومي في مختلف مناحي الحياه، صغير وكبير، ايا كان الفئه العمريه، ايا كان مستوى التعليم، ايا كمان كان الطبقه الاجتماعيه. كلنا بنقابل مشكلات، علشان نحل المشكله يبقى لازم نفكر صح، علشان كده محتاجين نتعلم ونمارس مهارات التفكير. فابتدينا نطور اول وسيله تعليميه بشكل جيم علشان تكون محببه للنفس، نشعر بمتعه وسعاده ونقضي وقت لطيف، لكن في نفس الوقت بنكون بنمارس مجموعه من اهم المهارات الانسانيه اللي حتى محتاجها سوق العمل حاليا بالنسبه للخريجين، وهي مهارات التفكير المنطقي. تخصصنا في جزء معين حدد مهارات التفكير المنطقي، وهو التفكير الاستقرائي، تحديدا ادراك العلاقات بين الاشياء، علشان ده ببساطه شديده للساده المشاهدين، ده لو اتظبط كل مهارات التفكير بعد كده تتظبط تيجي بعد. طيب روني هي اولا يعني كلمه يابانيه الاصل، لكن هو اختراع مصري اصيل وابتكار مصري مسجل في مكتب رائد الاختراع المصري. لكن كنوع من التقدير للشريك الياباني في الجامعه المصريه اليابانيه، اخترنا الاسم يكون ياباني. كلمه روندي في اللغه اليابانيه تعني لوجيك، اللي هو المنطق او علم التفكير الصحيح زي ما انا قلت. نعم. طيب دكتور هيثم، هي عباره عن وسيله تعليميه في شكل جيم او لعبه، اللعبه في شكل بازل عباره عن 24 قطعه. من خلال ابتكار مجموعه من الاكواد، كل قطعه بيبقى مجموعه من البيانات موجوده عليها، ومن خلال فكره ادراك العلاقات هو اهم واساس لابد منه من بناء مهاره التفكير المنطقي، يتمكن اللاعب او المتعلم او المتدرب اللي بيستخدم روني من ادراك العلاقات اللي هي اصل التفكير او مهاره التفكير الاستقرائي من خلال 23 مستوى. ودي الحقيقه يعني سابقه فريده من نوعها، لان انا لو اتكلمت على الرونري هي ترتيبها التاريخي على مستوى العالم، على فكره هي ترتيبها السادس من الناحيه التاريخيه، لكن هي من الناحيه اتاحتها الاكبر عدد من مستويات الممارسه ل 23 مستوى في نفس اللعبه، ومناسبتها لعدد كبير جدا من الفئات العمريه بتبتدي من 5 سنين لحد 90 سنه، يعني ممكن كل افراد الاسره بلا استثناء على اختلاف مراحل عمرهم يتمتعوا بهذه اللعبه ويستفيدوا بالعائد المنطقي اللي هيعود على تفكيرهم من خلال ممارستها. طيب دكتور هيثم، هي المعتبر يعني الاولى من نوعها على مستوى العالم. دكتور هيثم بعد صباح الخير، خليني مهارات التفكير المنطقي ومراحل الاستخدام او الليفلز بتاع دكتور هيثم، حضرتك سامعني؟ 23 مستوى
تم تسجيلها في مكتب براءات الاختراع، وعلى اساسها كان في دعم كبير جدا ومشكور جدا من اداره الجامعه المصريه الامريكيه الحقيقه، انه نحول هذا المنتج او هذا الابتكار البحثي الاكاديمي ان يكون متاح للمجتمع، لابنائنا في المدارس والجامعات وكمان في جهات اخرى تقدر تستفيد وتوظف هذا الابتكار. اتأسست شركة لأول مرة، ودي سابقة من نوعها في الجامعة المصرية اليابانية، شركة ذات خلفية محدودة. أنا بكلم حضرتك في مقر الشركة بالمناسبة داخل الجامعة المصرية اليابانية. بتقدم الجامعة كل الدعم وكل التسهيلات اللازمة في مزاولة هذا النشاط، مرخصين ومسجلين في الهيئة العامة للاستثمار. كان لنا الشرف إن إحنا نضاف إلى جهاز تنمية المشروعات مشاريع مصر، ونستفيد بكل المزايا اللي بيقدمها رئاسة مجلس الوزراء خلال قانون 152 لسنة 2020. فيعني الحقيقة رونري هي رحلة كفاح وبحث ودعم كبير كمان من أكاديمية البحث العلمي المشهورة المقدرة جدا لإنتاج النماذج الأولية لهذا الابتكار. إن شاء الله في 2023 تكون بداية الحصاد او جني الحصاد لهذا المنتج التعليمي الابتكاري، ويكون ان شاء الله فايده تضاف الى المجتمع المصري. نعم، بنشكر حضرتك دكتور هيثم السيد، استاذ علم المنطق المساعد بالجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا.